بسم الله الرحمن الرحيم. حسبما نصت المادة 146 من الدستور والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد أداء رئيس مجلس الوزراء والحكومة الجديدة القسم الدستوري أمام السيد الرئيس، بيحضروا لمجلس النواب وبيقدم رئيس الحكومة البرنامج بتاع الحكومة. البرنامج ده اتكلم عنه رئيس الحكومة على أن مدته 3 سنوات، وتحدث مسهبا تفاصيل هذا البرنامج ومحاور الأربعة. كان طبيعي طبعا رئيس المجلس في هذا الوقت كان لازم يشكل لجنة من عدد من الأعضاء، رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات وعدد من النواب الآخرين. اللجنة دي بعد إلقاء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إلقاء خطاب السيد الدكتور رئيس الوزراء، حصل لها أول اجتماع كان يوم الأربعاء امبارح. حضر 6 من الوزراء امبارح برضو. الوزراء 6 اللي حضروا امبارح كان اللي هو في اليوم الأول كان عدد من الوزراء، ودوم جم قدام اللجنة المشكلة من النواب زي ما قلت. كان رئيس هذه اللجنة السيد المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس النواب، وكان هو رئيس الجلسات، والنائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، وكان هو وكيل رئيس الجلسات. طبعا مستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي شارك في الحوار، وشارك كمان في التعليق والرد على كثير من الاستفسارات والتساؤلات في كافة المجالات. الحقيقة النواب اللي حضروا تقريبا حوالي 42، السادة الوزراء لما جم كل واحد فيهم طرح رؤيته، وأنا من خلال متابعتي لأعمال اللجنة اللي أنا عضو فيها كان الموقف كالآتي. الحقيقة يعني واللي احنا سمعناه الحقيقة شيء يدعو إلى التفاؤل، وأنا بقول الكلام ده بشكل موضوعي. ما رأيناه من الوزراء اللي حضروا الجلسات امبارح والنهاردة شيء يدعو إلى التفاؤل. تكلمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أول يوم، تكلم دكتور أحمد كوجوك وزير المالية، تكلم دكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. دي كانت أول جلسة. الجلسة المسائية استضافت مستشار عدنان فنجري وزير العدل، دكتور أسامة أزهري وزير الأوقاف، ودكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة. اليوم التالي تحدث قدام اللجنة المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء اللي هو النهاردة يعني وزير الصناعة والنقل، بس جلسة النهاردة الصبح كانت مخصصة للصناعة وجلسة ما بعد الظهر كانت للنقل. السيد المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، والسيد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام. الجلسة المسائية منذ قليل يمكن لسه شغالة، تحدث المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء كوزير للنقل، تكلم أظن السيد الكابتن سامح الحفني وزير الطيران المدني، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، دول برضو تكلموا. طيب تعال نشوف حصل ايه. الدكتورة رانيا المشاط اتكلمت حقيقة بموضوعية وعلم ووعي، اكدت على الاتي. قالت الحكومة الحالية دي يا جماعة ما هيش حكومة تحديات فقط، ولكنها حكومة الفرص، بمعنى امامها فرص لازم تستغلها. 2، قالت ان ضم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الى وزارة التعاون الدولي كان احد توصيات الحوار الوطني، وان الهدف من الدمج هو التكامل. اكدت اكثر من مرة في حديثها على ضرورة التكامل بين الانفاق الاستثماري والانفاق من اموال اللي بتيجي من الخارج سواء كانت منح او قروض. الوزيرة كمان اكدت على ترشيد الانفاق الاستثماري عشان نصل الى معدلات تضخم معقولة. احنا كنا 39 وحاجة، احنا وصلنا دلوقتي 27 وده كويس. قالت لابد ان احنا نوضع اولويات لهذا الانفاق الاستثماري من كافة جوانبه مع مراعاة البعد الاجتماعي، وده كلام كويس. اكدت على افساح المجال للقطاع الخاص، والحقيقة الموضوع ده كان قاسم مشترك بين الجميع، وقالت لا يجب ان يأتي ذلك على حساب البرامج الاجتماعية والتنمية البشرية. أكدت في حديثها على دور الدبلوماسية الاقتصادية خاصة في المجتمع الخارجي، وتحديدا علاقات مصر مع مؤسسات التمويل المختلفة. الوزيرة
قالت ان في تمويلات اضافيه للقطاع الخاص في الفتره القادمه، وده كلام مهم. قالت ان في تمويلات اضافيه للقطاع الخاص في الفتره المقبله. الوزيره كانت بتحذر اكتر من مره في كلامها من انه اذا لم يحدث استقرار في الاقتصاد الكلي ستكون هناك مشاكل عديده. اولها ما حدش هيقدر يسيطر على التضخم، كمان اذا كانت الحكومه يعني حددت تريليون جنيه للانفاق الاستثماري فلابد من تحديد الأولويات بدقة ووضوح. قالت إن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد يجب ترجمتها إلى إجراءات واضحة، وتكلمت على إن على التنسيق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة هيساهم في الترشيح وكمان هينجح الخطط. طيب، كلمت عن الإصلاح الهيكلي وقالت إن ده ليه 3 أهداف. نمرة 1 استقرار الاقتصاد الكلي وصمود الاقتصاد، 2 خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار، 3 التحول الرقمي واهميته. الحقيقه واتكلمت عن الصحه والتعليم وحياه كريمه باعتبارها من الاولويات. جينا بقى مع وزير الماليه احمد كوجك. حدد رؤيته في كلامه طبعا قدام اللجنه في الاتي: نمره 1 العمل الجماعي اساس النجاح، 2 التاكيد على التكامل الفكري والعمل بين اعضاء المجموعه الاقتصاديه لضمان النجاح، 3 وضوح الأولويات في مواجهة التحديات، 4 الرغم أن البرنامج مدته 3 سنوات لكن الحكومة تعمل على يعني حل مشاكل آنية سريعة زي الكهرباء وغيرها، وإحنا سمعنا تصريحات السيد الدكتور رئيس الوزراء. قال أن الكل متفق على أن التحديات كبيرة ولابد من وجود دور للقطاع الخاص، وهذا يعني العمل على 4 محاور أساسية: 1 استقرار اقتصادي، 2 التنافسية وريادة الأعمال، 3 زيادة معدلات المبادرات الاجتماعية والتنمية البشرية، 4 التأكيد على خلق مبادرات محددة لمجتمع رجال الأعمال حتى نقدر نحقق الغرض الأساسي من الموضوع. كمان وزير المالية وعد بتقديم موازنة على مدى الأعوام 3 وهي الفترة الزمنية لتنفيذ برنامج الحكومة المقترح إلى جانب موازنة كل عام زي ما احنا بنشوف. طيب، جه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية دكتور حسن خطاب. حقيقة كان رجل يعني أنا أول مرة أسمعه، بس أنا خرجت وعندي شعور إيجابي جدا إن الراجل ده هيعمل حاجة كويسة. أتكلم بصراحة وبوضوح، قال إن مصر في لحظة فارقة ولابد من مواجهة هذا التحدي بكل قوة. اتكلم على إنه التضخم هو من أخطر التحديات الاقتصادية لأنه بيمس المواطن البسيط وحياته. اتكلم على يعني لازم يكون في زيادة في معدلات النمو في الناتج القومي بحيث يشعر به المواطن. اتكلم على أنه الاندماج اللي حصل بين الاستثمار وبين التجارة الخارجية هدفه التصدير، وقال بالنص أن التصدير ده قضية حياة أو موت بالنسبة لنا. طيب، قال أن لدينا عديد من التحديات زي 1 تراجع دخل قناة السويس. التحديات اللي بنشهدها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بتأثر على مسار العملية الاقتصادية، وبالتالي لابد كما قال 1 تعظيم الاستثمار المحلي أولا ثم الخارجي. الوزير بيرى أن رسالتنا السابقة لم تكن جاذبة للاستثمار. خلي بالكم، رسالتنا السابقة ده كلام الوزير لم تكن جاذبة للاستثمار. 3 قال إذا تم حل مشاكل المستثمر المحلي بالقطع هنقدر نجيب المستثمر الأجنبي، لكن عقدنا المستثمر المحلي مش هنجيب المستثمر الأجنبي. قال إذا أردنا الحل فلابد أن تكون لدينا سياسة نقدية واضحة وسياسة مالية واضحة، لأن كل مستثمر يريد أن يطمئن. نفس الأمر بالنسبة للسياسة المالية. قال إذا استطعنا كبح معدلات التضخم ده هيفتح طريق امام مزيد من الاستثمارات. المستثمر عايز يعرف موقعه الضريبي ايه بحيث يدفع ضريبه واحده، مش كل حته ناخد منه ضريبه واحده وموحده خاصه، وان في اعباء كثيره جدا بتواجه المستثمرين مع الضرائب. الوزير اكد ايضا، قال عاوزين نبدد الصوره السلبيه امام المستثمر، خاصه ان الفتره الاخيره كان فيها الكثير من الشوائب، وده كلام الوزير. اتكلم على سقف الانفاق، قال سقف الانفاق ليس معوقا ولكن هدفه الحماية.
دور الدولة في الاقتصاد مهم للمستثمر، ولابد من تنفيذه من خلال وثيقة مشاركة الدولة، وثيقة الدولة وأصولها اللي طلعت مؤخرا. يعني معناه أنه القطاع الخاص لازم ياخد دور أكبر. قال إن هدف، ودي مهمة جدا، قال إن هدف يا جماعة مش بيع أصول الدولة ولكن تعظيم العائد على الاستثمارات. وقال ممكن نحل الأمر من خلال إن احنا ندخل شركاء مع القطاع الخاص، أو من خلال إن احنا نخصص الإدارة، ولكن هناك أصول استراتيجية لابد من الاحتفاظ بها للأجيال القادمة. ده مهم الكلام ده جدا. تكلم على مصر، قال مصر دولة جاذبة للاستثمار، لديها سوق كبير، لديها عمالة سعرها مناسب، لديها مواد خام، لديها بنية تحتية، ولديها بنية تشريعية. كل ده هيساعد على مزيد من الاستثمار لو وظفناه توظيف كويس. قال لازم نواجه البيروقراطية اللي بتعوق أداء الأعمال بكل قوة وحسم. قال لازم نعمل مع الجهات الدولية عشان نحسن صورة مصر وأدائها وبيئة الأعمال والتنافسية الاقتصادية. قال لازم نذلل العقبات أمام المستثمر المحلي والخارجي. الحقيقة يعني كمان اتكلم وقال إن أنا يعني بدأت، رحت الثلاث الماضي التنمية الصناعية، وزرت المهندس كامل الوزير هناك للاتفاق حول مسار العمل وإزالة العقبات. كمان قال إن أنا تواصلت مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي عشان ننسق مع سفاراتنا في الخارج بحيث نسوق صورة مصر بره والاستثمار وغيره. وقال إن أنا هقابل رئيس الوزراء يوم الحد الجاي عشان أعرض استراتيجية الاستثمار والتجارة الخارجية، عشان نطرح الاستراتيجية دي بعد كده على المجلس الأعلى للاستثمار لإقرار. كلام محترم وكلام جميل جدا. طيب جينا بعد الظهر، حضر سيد مستشار عدنان فنجري وزير العدل، والحقيقة بعد ما أشاد بالإنجازات اللي حققها وزير العدل السابق المستشار عمر مران، وده كلام لقي ترحيب من كل الأعضاء الحاضرين اللي طور المرافق بتاعت الوزارة والمصالح التابعة ليها، أكد أنه سيمضي في نفس الطريق وحيسعى إلى تحقيق الإنجاز السريع فيما يتعلق بالقضايا لسرعة نظرها أمام المحاكم، وتحدث عن المشاكل اللي بيعانيها المواطنين وقال حنسعى إلى إنهائها، وضرب أمثلة كثيرة. وحقيقة حديثه ترك انطباع إنساني كبير جدا عند النواب الحاضرين، ويعني بالفعل حسينا أن المسار اللي وضع لبناته المستشار عمر مروان كما قال وكما قال الكثيرون حتى ممن علقوا سيمضي في الطريق. بعده تكلم دكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تكلم عن رؤيته للمهام المطروحة على وزارة الأوقاف، تكلم عن خطاب الدين، تكلم عن الأذان الموحد، وقال حيكون هناك أذان موحد لمدة يوم واحد. تحدث عن أراضي الوقف، تحدث عن تعمير المساجد، تحدث عن الإشراف على تنفيذ مقررات الوزارة في كافة المجالات. جانا الحقيقة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والحقيقة رجل اكتشاف. أنا شخصياً لما سمعته أنا يعني فعلا حسيت في حديثه بالصدق والوعي والعمق الفكري والثقافي. انتقد الفجوة ما بين النخبة الثقافية والمجتمع وطالب بضرورة التواصل. تحدث عن غياب الدور الثقافي وتآكل البنية التحتية الثقافية. انتقد الأوضاع بجرأة وشجاعة وقال لابد من التواصل مع المناطق المحرومة ثقافيا. قدم العديد من المقترحات الجادة في هذا المجال. تكلم النهاردة الصبح كان جاي المهندس كامل الوزير رئيس نائب رئيس وزراء وزير الصناعة والنقل. عايز أقول لكم بعض اللي قاله النهاردة. قال أولا تشغيل أيدي العاملة وتقديم الدعم الفني. قال عندنا 3.5 مليون عامل، يعني 13% من سوق العمل في الصناعة، يصبحوا ممكن يصبحوا أو سنسعى لأنهم يصبحوا 7 مليون في 2030. قال إن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي. قال إن التوجه العام للدولة التخارج من الكثير من الأنشطة الصناعية. قال لازم نرشد الواردات ونحد من الاستيراد. قال لازم يبقى فيه زيادة للقاعدة الصناعية اللي بتعتمد على الخامات الأولية الموجودة في مصر، وزي صناعة يعني مواد التشييد والبناء وحديد التسليح والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية وغيرها. طالب بالاهتمام بتحسين المواصفات الفنية. قال يعني في مصانع متعثرة هناخد فيها قرارات فورية لإعادة عملها.
قال ان التوظيف اللي يؤدي الى الانتاج انا معاه وليس من اجل التوظيف، وقال هنوظف كوادر قادره على الانتاج، وقال ان احنا لازم نهتم بتدريب العماله للارتقاء بمستواها، واتكلم عن الدعم الفني للمصانع، واتكلم عن اسس الخطه الصناعيه، واتكلم عن دراسه احتياجات السوق، عن حجم المواد الاوليه، عن القدرات الانتاجيه للمصانع الحاليه، اتكلم عن المراكز التكنولوجيه، اتكلم عن عدد المصانع المتوقفه عن الانتاج والمتعثره عن الانتاج، اتكلم عن تقنين اوضاع المصانع الغير متخصصه، اتكلم على تقنين وضعها، اتكلم على انه نزل مناطق كثيره وقعد مع اتحاد الصناعات وغيره لحل الكثير من المشاكل، طلب بطرح حوار مجتمعي واطلاق برنامج واضح عشان نشوف هنعمل ايه في الصناعه. اتكلم على تخصيص اراضي للصناعات الجديده، على ازاله كل المعوقات امام المستثمر. اتكلم على جذب الاستثمارات الاجنبيه والصناعات، قال ان احنا عندنا 152 فرصه استثماريه وهتطرح امام التنميه الصناعيه ابتداء من يوم الاحد الجاي. وقال يعني اللي عايز يحجز من الان هتبقى وحنزيل حاجات كتير جدا، وال 152 فرصه استثماريه دول بنستورد اغلبهم من الخارج، تاخد مننا 25 مليار دولار. هو في رايه ان احنا ممكن نعمل ده، اهمها الحديد والاطارات والمستلزمات الطبيه وملابس جاهزه وغيرها. اتكلم عن التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى، عن اقامه مناطق صناعيه متخصصه عالميا، عن تاهيل الكوادر، عن مراجعه جميع الحوافز الاستثمارية. كمان تكلم السيد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي حول التطوير الحاصل في مجالات الإنتاج الحربي. تكلم السيد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام عن خطته فيما يتعلق بتطوير قطاع الأعمال العام للفترة المقبلة. لكن الحقيقة يعني كثير من الحاضرين توقفوا أمام كلمة السيد محمد أبو العنين نائب رئيس جلسات وكيل مجلس النواب اللي تكلم على الموضوع الصناعة بشكل عام وإيه المطلوب. قال إحنا في حاجة لثورة جديدة لبناء اقتصاد قوي ومواجهة كافة المعوقات والعراقيل اللي هي بتقف قدام توطين الصناعة وجذب الاستثمار الداخلي والخارجي في مصر. وكيل مجلس النواب قال في الجلسة الأولانية اللي عقدتها لجنة الرد البرلماني على برنامج الحكومة اللي كان فيها وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية، قال إن بناء مصر الحديثة وترجمة رؤية مصر 2030 وتوجيهات أو توصيات الحوار الوطني توجب وضع النقاط على الحروف، وأهمها سوق ومناخ الاستثمار في المنطقة وفي العالم لازم نبص له، معدل الادخار والاستثمار لازم نبص له، الإيرادات والمصروفات، الاختلالات اللي بتبقى في الاقتصاد وسبل التغلب عليها خلال الفترة المقبلة. أكد إن الشارع لديه مشاكل عديدة وهو ينتظر معرفة الرؤية الجديدة للحكومة عشان يمكن التغلب على المعاناة والأزمات اللي بتواجه الشعب المصري. طلب السيد محمد أبو العنين بثورة صناعية حتى تستطيع مصر أن تدخل في غمار التنافسية العالمية وتمنح الأمل للناس. طلب بالقضاء على البيروقراطية، توحيد السياسات المالية والنقدية. أكد أن الثورة الصناعية يجب أن تقوم سريعاً، ويجب التسويق للمبادرات والحلول اللي بتعتبر احد هذه الادوات. قال لابد ان نبعث الشعب برساله حضاريه، اشار الى اننا نحتاج لمبادرات جديده تترجم فيها الحلول الموضوعيه. اكد ان الصناعه ظلمت في الفتره الماضيه رغم انها القاطره الحقيقيه للتنميه، وقال ان الصناعه ميزتها الاستدامه، لا تتاثر باي احداث طارئه او شائعات او غيره. قال ان احنا جميعا نحلم ببناء مصر الصناعيه المتقدمه، لكن الحلم ده له مقومات، وانه بعد تداعيات كورونا حدثت متغيرات هامه في مقدمتها تحول من العالميه الى الاقليميه، وانه بدا التركيز على افريقيا والبريكس وطريق الحرير وغيرها. ولذلك قال ان ده يجعلني اقول ان مصر تستطيع انها تلعب دور كبير في المجال الصناعي، خاصه بعد ان انتقل الملف الى المهندس كامل الوزير اللي نجح بامتياز في مجال النقل، ولذلك نحن في حاجه الى نقل هذه التجربه للصناعه الان. وقال وكيل الجلسه ان يعني
إن الحلم الجديد يوجب معرفة المشاكل وسبل التعامل مع المستثمر والمزايا اللي هيحصل عليها عشان نقدر نجذبه إلى السوق المصري. ضرب أبو العينين أمثلة بما يجري في المغرب والسعودية وغيرهما من توطين الصناعة، وقال يجب أن تكون لدينا خريطة صناعية مصرية وميزات للمستثمر، ولازم نقول إيه هي الصناعات وأين يتم توطينها، وطلب بخريطة صناعية لعمل مدن صناعية جديدة في مصر، وقال إن الصين بنت مدن صناعية متخصصة في صناعة السيارات وغيرها وغيرها، ولما عملت ده دعت كل الشركات العالمية وعملت إعفاء لمدة 10 سنوات وقدمت العمالة الحرفية الرخيصة وأنشأت مدارس التدريب المهني ومدارس للتسويق لتسويق المنتج ذاته، وقال إحنا عايزين نستفيد من هذه التجارب وندرس حاجة المحافظات ونقدم لها أفكار، وممكن نقيم مدن صناعية ذات طبيعة خاصة، وممكن نعمل مدن صناعية باسم الدول دي، مدينة صناعية باسم اليابان، واحدة باسم روسيا، واحدة باسم الصين وهكذا. وقال لما نأتي لتسويق الصناعة المصرية لابد أن احنا نحل المشاكل نمرة واحد ونشوف تكاليف الاستثمار وتكاليف الانتاج في مصر عالية بسبب البيروقراطية المكلفة، لابد أن احنا نوجد حلول مناسبة. عندما نتحدث عن توطين الصناعات وما عندناش عمالة مدربة دي مشكلة، ما عندناش تكنولوجيا في هذه الصناعات دي مشكلة، مطلوب نحن نربط الثورة الصناعية بالإمكانات المطلوبة. عشان كده اقترح أنه نبدأ بالمدن الصناعية ذات الطبيعة الخاصة. الصين وحدها بتمتلك حوالي 2500 مدينة صناعية ذات طبيعة خاصة، وقس على ذلك. أنا بعتقد طبعا أن الكلام اللي اتقال كلام مهم جدا، بيدي رؤية تشيع التفاؤل وتشيع الأمل عند الناس اللي موجودة، واللي بعض الناس بنلاقيها محبطة. الحقيقة أن النقاشات اللي أنا شفتها والمعلومات اللي احنا سمعناها تدينا أمل، أمل بأن البلد هتتقدم. وأول حاجة الصراحة والشفافية اللي احنا شفناها من الوزراء وانتقاد بعض المواقف السابقة والمعوقات السابقة، ده كان ضروري وكان مهم، وهو ده يمكن مبعث الثقة الأساسية. على كل حال معانا السيدة النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في هذه اللجنة. سيادة النائبة، الحوارات استمرت لمدة 2 يوم حتى الآن، أعتقد أنه كان في حوالي 12 وزير حتى الآن تحدثوا، كيف ترين مسار المناقشات وانطباعات الأعضاء عن الرؤى التي طرحت؟ على مدار الصوت يا سيادة النائبة، اتحركي من المكان لو سمحت. سيادة النائبة، طيب نحاول نرجع لها تاني. الحقيقة يعني اللي أنا بقوله أنه يمكن كان في وزراء لأول مرة بنشوفه، وأنا شفت سير المناقشات بين 42 عضو، ومنهم زملاء يعني لديهم وجهات نظر يمكن كانت رافضها للبيان ويمكن كان لها انتقادات للحكومة، لكن أعتقد أن الرأي العام اتسم بنوع من الإيجابية والتفاؤل. الوزراء اللي احنا شفناهم والطرح اللي احنا سمعناه والرؤية الأساسية تجعلنا بالفعل عندينا أمل في بكرة. طيب رجعتنا تاني النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب. سيادة النائبة بطرح عليك السؤال مرة أخرى، انطباعاتك عن مسار الحوار الذي جرى على مدى 2 حتى الآن. مساء الخير يا فندم، سمعني كده كويس؟ سامعك، نعم تفضلي. سامعك سيادة النائبة، إيه الحكاية سيادة النائبة؟ طيب هنحاول مرة أخرى، يبدو المكان اللي حضرتك فيه مش سامعين طبعا حوائط، لأن الحوار حقيقة ما زال مستمرا حتى الآن داخل مجلس النواب. لكن اللي أنا بقوله يعني ممكن تبقى لك انتقادات للحكومة، ممكن يبقى لك انتقاد على وزير أو 2 أو 3، لكن الجو العام اللي أنا لمسته شخصيا ولمسه كثير من الزملاء على مدى 2 والمناقشات الجادة والقوية والفاعلة، يعني ادتنا مؤشر مهم على انه هناك شيء. على كل حال معانا السيد النائب محمد مرعي
رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب. سيادة النائب مساء الخير، أريد أن أسمع منك انطباعك الأولي عما سمعته خلال اليومين امبارح والنهاردة فيما يتعلق بالمناقشة اللي جرت مع حوالي 12 وزير. امبارح طبعا كان عندنا 3 أو 6 وزراء، والنهاردة برضو نفس الشيء، كان عندنا المجموعة الاقتصادية، والنهاردة خاصة بالصناعة والسياحة. كل وزير يعني دائما كنا بنشوف البرامج ما فيهاش اختلاف، لكن نعم. المرة دي احنا شايفين اما ايه اليات التنفيذ هي اللي فيها نعم. وفيها روح وفيها تفاؤل، ويمكن اول مرة يستمعوا لنواب الشعب بالتفاصيل الدقيقة في كل ملف، ويمكن كان الحرص منهم تماما بحيث ان هم ياخدوا هذه الملاحظات لانها بتعبر عن الشارع المصري، وعندهم روح الإصرار والتحدي. ويمكن بنقول هذه الوزارة مكلفة بتكليفات محددة من القيادة السياسية، ويمكن هم واخدين هذا الأمر بتحدي، ودي الروح اللي احنا حسيناها ان هم واخدين هذا الأمر ان هم ينفذوا كل الملفات بروح التحدي. وفي المقابل احنا كسلطة تشريعية وتنفيذية بنبقى حريصين دائما على مصلحة المواطنين اللي بنمثلهم، فبالتالي عندنا نوع من التفاؤل في الملفات اللي شفناها خلال اليوم. سيادة النائب، كان السيد رئيس الوزراء تحدث على ضرورة التواصل ما بين مجلس النواب وما بين الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وآليات هذا البرنامج ومراقبة هذا التنفيذ، كيف ترى الصورة المستقبلية في ذلك؟ طبعا يمكن من ضمن الحاجات اللي التوجيه ده بتهيألي له انطباع على السادة الوزراء، بدليل ان هم يتكلموا في جميع الموضوعات دون شفافية ودون حساسية، وبيتقبلوا النقد في هذه الموضوعات، وبالتالي لازم ان احنا كبرلمان هنراقب هذا الامر، لان زي ما بتقول حضرتك الحكومة دي مدتها 3 سنين، فبالتالي لازم دول بيعتبروا البرنامج مدته 3 سنين وليس الحكومة، البرنامج لمدته 3 سنين طبعا. نعم. فالبرنامج ده لازم ان احنا هنراقبه، يمكن قلنا هذا الامر في خلال الاجتماعات ان احنا لازم الحكومة تيجي تقول لنا كل 6 اشهر ما تم من انجاز من هذا البرنامج في ضوء المعطيات اللي هم دول. شكرا لك السيد محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة. عادت إلينا مرة أخرى النائبة إيرين سعيد. سيادة النائبة، انطباعاتك كما قلت، إلى أي مدى تعتقدين بشفافية الحوار والمصارحة حتى في الملاحظات التي تم توجيهها لفترات سابقة؟ مساء الخير يا فندم، سامعني كده كويس؟ سامعك. نعم، الحقيقة أنه الجلسات الحوارية واخدة مسار الجراءة والصراحة والمكشفة، بنتكلم براحتنا جدا جدا، واخدين كل مساحتنا، السادة الوزراء متجاوبين جدا، متعاونين جدا. تفضل. التشريعية والرقابية. نعم. قبل ان الامر مختلف، يمكن انا بقالي 4 سنين في مجلس النواب لم اشهد ولم اعهد هذا التعاون من قبل الجهاز التنفيذي حتى مع بعضه، وتناغم شديد ما بين الوزارات والحقائق متشابكة زي المرة حقيقة. نعم. يعني نعم فأظن ده يصب بشكل مباشر في خدمة الاستراتيجيات اللي تتداخل فيها وزارات لخدمة المواطن المصري. طيب، تحدثوا كثيرا عن وجود ملاحظات خاصة في مجال الاستثمار في الفترة الماضية، إلى أي مدى نظرتي؟ لأول مرة يمكن بنشهد أن هناك ملاحظات بتتم من وزير إلى عمل كان في السابق، إلى أي مدى نظرت وتقييمك لهذه الرؤى؟ الحقيقة أنه السيد مسؤول الاستثمار اللي كان موجود معانا والسيد الوزير. نعم سيادة النائب. طيب سيادة النائب معانا؟ يبدو أن هناك مشكلة في الخط على كل حال. طيب
بالتأكيد الحوار سيتواصل غدا أيضا، هناك لقاءات مع عدد من الوزراء. يمكن مستشار أحمد سعد أشار إلى أنه حيستمر الأمر. سيد رئيس مجلس النواب الحقيقة منذ البداية، مستشار دكتور حنفي جبالي منذ البداية أكد على ضرورة حضور الوزراء جميعا، توافق مع السيد رئيس الوزراء في ذلك، أن هذه الملفات تحتاج إلى نقاش وإلى طرح موضوعي ومواجهة ما بين النواب وبين الوزراء، حتى يمكن الوصول إلى قواسم مشتركة، وحتى يمكن أيضا للنواب أن يطرحوا وجهات نظرهم. زي ما قالت النائبة إيرين سعيد، المناقشات، وهي على فكرة دائما صاحبة وجهات نظر انتقادية ومعارضة في كثير من الأحيان، زي ما قالت بالفعل، قالت أنه لأول مرة نشهد هذه المناقشة الجادة والهامة والمصارحة والمكاشفة. كل ما نتمناه بالفعل ان احنا نشوف ده على مدى الايام المقبلة يتحقق على ارض الواقع. وانا عايز اقول يعني في حركة جيدة في المحافظات، محافظين بينزلوا ويتحركوا. يعني انا عايز اضرب مثال واحد بس باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وده انطباع الناس في الدقهلية. يعني انا بعرف سيادته من ايام ما كان مقدم في الاموال العامة، وكان دايما كده يعني مسار اجتهاد ونشاط واستمرار. ولما كان مساعد وزير الداخلية لدور الإصلاح والتقويم، الحقيقة لعب دور مهم جدا في هذا الإطار. يمكن هذا الدور أهله لأن يكون محافظا لمحافظة كبيرة زي الدقهلية. من أول ما نزل بينزل على المصالح الحكومية، بيشوف المشاكل والأزمات المعوقات التي تقف أمام مصالح الجماهير. ويمكن الفيديو ده لو أزعناه هنشوف هو بيكلم الموظف إزاي، وبيقول له ان اي حد هيتراخى عن مصلحة المواطنين بالتأكيد سيكون عرضة للقانون. وده يخلينا الحقيقة يعني، طب تعالى نشوف لو في امكانية نسمعه يا ريت. طبعا محتاجين هذا النوع من المحافظين اللي حينزلوا للقرى والمناطق المختلفة. وعندنا ايضا محافظة الاقصر في جنوب الصعيد، ويعني كان موجود المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر السابق، وكان راجل حقيقة لا يترك جهدا ولا عملا إلا ويتابعه ويؤديه بنفسه. انتهت مدة مستشار مصطفى ألهم، ربنا يديله الصحة، وجاء المهندس عبد المطلب عمارة بتجربته التاريخية في وزارة الإسكان، والحقيقة شاهد على كثير من الأحداث ومنجز لكثير من المهام، عين محافظا لمحافظة الأقصر. باشمهندس أهلا وسهلا وألف مبروك، كيف رأيت الأقصر؟ كيف ستتعامل مع مطالب ومشاكل الأقصر؟ شكرا يا فندم، ألف شكر على التقديمة الجميلة. أنا تم تكليفي طبعا بداية عملي كانت يوم السبت اللي فات، لقيت الأقصر وأهالي الأقصر والمراكز، عندنا 6 مراكز غير مدينة الأقصر، كلهم لهم طلبات. فالحمد لله ربنا وفقنا في خلال الأسبوع ده، عملت زيارات ميدانية لمدينة الأقصر والجرنة، والنهاردة كنت في إسنا عشان ألبي مطالب أهل الأقصر في جميع المراكز إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة النهاردة في الأقصر احنا عملنا جولة في حياة كريمة، في 24 قرية في حياة كريمة، خلص منهم حوالي 9. إن شاء الله بنوعد كل المواطنين في مركز إسنا إن القرى بالكامل 30/12/24 يبقى الصرف الصحي والمية والغاز وتهذيب الطرق ومحطة المعالجة كل دي يكون خلص. زورنا النهاردة المستشفى التخصصي في إسنا، ومنظومة التأمين الصحي هناك هايلة، حوالي 1,000,000 اشترك في منظومة التأمين من عدد سكان المحافظة اللي هي 1.4 مليون. المنظومة زورنا قسم الأطفال والأطفال والغسيل الكلى، الحمد لله كل حاجة، ولو في أي مشاكل نحلها إن شاء الله. زورنا الكورنيش والممشى والمعبد والبزارات، إن شاء الله هنبدأ. خدت النهاردة رسومات المبدئية للكورنيش، وهنبدأ نعمل كورنيش محترم يليق بمدينة إسنا ومرسى، والمعبد بيتطور وبيدعاد ترميمه بشكل جميل جدا، ومنطقة بزارتها تتجمل، وإن شاء الله كل ده بالتوازي شغالين فيه في وقت واحد.
بنلبي مطالب المواطنين، بنشوف الاسعار، بنشوف النظافه، بنشوف ترشيد الكهرباء، كل ما يخص المواطن ان شاء الله يلاقوه في المرحله اللي جايه ان شاء الله. نتمنى ان ربنا يوفقك يا باشمهندس، واكيد يعني اهالي الاقصر باذن الله ينتظرون منك الكثير. كلمني نوابنا زملائنا هناك النواب، كلمني مواطن اسمه العمده معتمد وزارك وانطباعه عنك. المواطن البسيط دايما بيحس بالانسان اللي قدامه، بيحس باستقبال الانسان اللي قدامه. ربنا يوفقك وربنا معاك. شكرا جزيلا لك المهندس عبد المطلب عماره محافظ الاقصر. يوم الأحد الماضي كانت الذكرى السابعة لملحمة كمين البرث، 7 يوليو الماضي، ذكرى جديدة وغالية علينا جميعا. هذه الملحمة التي استشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة ورفاقه الأبطال الذين تصدوا للإرهاب لآخر نفس في حياتهم. في الرابعة من فجر 7 يوليو 2017 هاجم 150 إرهابي هذه المنطقة بواسطة 12 عربية دفع رباعي محملة بالسلاح، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف RPG وقذائف هاون ومدافع جرينوف وغيره. الأبطال تعاملوا معهم بكل قوة وإيمان، ولكن لشدة المعركة والمؤامرة بالتأكيد حصلت يعني معركة كبيرة جدا، لكن أبطالنا كانوا رجال بكل قوة وبكل إيمان. هؤلاء الذين استشهدوا هم أبناء مصر، لم يطلبوا شيئا، كانت كلمات البطل أحمد منسي التي سجلها قبل أن يستشهد بقليل هي تأكيد جديد على أن الوطن هو الحياة بالنسبة للجندي وللضابط وللمواطن. لا ننسى أيضا استشهاد سالم اللافي أحد أبناء سيناء وأحد أبطال سيناء في هذه المعركة الصعبة، وكان أيضا واحد من قادة اتحاد قبائل سيناء. من هنا أردنا أن نذكر الناس لأبطال وبأبطال لا يمكن نسيانهم، لأنهم كتبوا تاريخا جديدا في حياتنا، ولأن دماءهم الطاهرة كانت أحد المهام الأساسية، وكانت هذه الدماء سببا أساسيا في تحرير سيناء من الإرهاب. تقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى. خلاص عارف لما تبقى احنا عايشين بقالنا سنين ومنتظرين اللحظة دي. الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، ويمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا. أنا بتخيل اللحظات الأخيرة كانت عاملة إزاي. من قبل ما أنا أتولد كان بابا استشهد. رمل بلدنا ده أغلى من دمنا. الله أكبر، لا نجيب حقهم لا نموت زيهم. بحس إن هو قاعد جنبي وبيحضنني. احنا فعلا عايشين بيه. انا لسه عايش في الغوم بتاع جماعه دواعش التكفيريين علينا في مربع البرس. بقى نمشي ولا نسيب البيت امانه في رقبتك، ومش هنسيب الارض دي وعليها اي شهيد ولا اي مصاب. كان يوم الجمعه، وكان يعني هو كتب لي بالليل قبل الاستشهاد على الساعه 1:30 كده، وانا كنت للاسف نمت. فلما صحيت الساعه 9 الا ربع كده، كان حمزه عنده تمرين في النادي، فبلبس الولاد وبتاع، ففتحت لقيته بعت لي الرساله. فطبعا انا رديت عليه رد عادي جدا على انه وقت ما يقراها هي خلاص هيكلمني او هيرد عليا. وسبحان الله كان في الوقت ده تقريبا خلاص استشهد عند ربنا، وانا ما كنتش اعرف. يوم 7 على مكالمات كتير، من ضمنهم مكالمات مامته بتقولي الكتيبة بتاعت أحمد اتضربت. طبعا في اللحظة الأولى ما صدقتش إن الخبر ده حصل، يعني اللي هو لأ والأمل بقى. فقلت لها لأ ما تلاقيش، أحمد مكلمنا وأنا متأكدة إن هو كويس
تليفونه مقفول. قلت لها ده العادي في الشبكات هناك، انا طول الوقت في بحاول اتواصل معاه ولما بلقط شبكه بيبقى كويس وبتاع. المهم كلمته، حاولت اكلمه لقيت الشبكه ما فيش، تليفونه مقفول. حاولت اكلمه على الماسنجر ما فيش. قعدت ادعي ربنا ما بين الثانيتين اللي انا بفتح الفيس بتاعي، ما بين الثانيتين اللي انا لا يا ريت والله انا كنت خلاص واثقه ان في حاجه، انه يقولوا لي مثلا اصابه، عمليات، بتر. قلت يا رب بتر في ايد في رجلي بس ما يتقليش مات. كنت ما بين التصديق وعدم، يعني طول الوقت بيبقى فيه حته انكار مش مصدقه، بتعلق باشياءه، الاقي حد بيتصل بيا يقول لي احمد اسمه لسه ما جاش، فاقول يمكن مصاب، لحد ما اتاكدت بالخبر يقين. يعني وقت الظهر كان قالوا لي خلاص يعني احتسبي شهيد واحمد استشهد هو وزمايله. قمه الدعوه اللي كان بيدعيها انه استشهاده يكون في حادثه فيها مواجهه في معركه، ما يبقاش استشهاد كده مثلا على اخوانه زي ما بيقولوا، ما يبقاش ما دفعش، ما يبقاش ما طلعش من سلاحه طلقه، ما يبقاش على الاقل قبل ما يروح يكون خد منهم ناس زي ما هم بيتكلموا حتى بلغتهم هناك. لك اول كلمه بيسالوها عن اي شيء يقول لك هو قبل ما يروح خد في سكته منهم. اول كلمه اي امه بتسالها تقول لك هي الطلقه جايه له من ورا ولا من صدره. وبدعي ربنا واقول يا رب تكون نولتها له زي ما كان بيتمناها، هو خلاص يعني قضي الامر، لكن على الاقل يكون نال الشهاده بالشكل اللي هو كان بيتمناه. ويعني يمكن اللي برد على قلبي شويه لما زمايله جم عزونا قالوا لي قد ايه ان هو كان واقف وقد ايه ان هم في البرس عملوا يعني بطوله عظيمه تدرس، يعني اعدادهم وبيقاتلوا ناس اعدادهم يمكن اكتر من 3 اضعافهم. جماعه دواعش التكفيريين علينا هنا في مربع البرس دخلوا بكام عربيه مفخخه وهدوا المبيتات وهدوا كل النقطه، وانا لسه عايش 4 عساكر متمسكين بالتبه ومتمسكين بالارض عشان خاطر زمايلنا الشهداء ما نسيبهمش ولا اي مصاب هنسيبه. مش ببقى زعلان قد ما انا ببقى فخور ان بابا ساب لي ذكرى حلوه اعيش عليها طول حياتي. ان كل يعني انا لما حد مثلا يشوفني ويعرفني في الشارع يقول لي يعني ببقى ما هو مش بيعرفني عشان انا، هو بيعرفني عشان بابا الله يرحمه. من قبل ما انا اتولد كان بابا استشهد، ولما كبرت شويه ماما ان هو كان قوي شجاع وكمان اخويا، فانا كنت فخوره بيه جدا. انا فخور ببابا علشان ضحى علشان بلده وعلشان احنا لسه موجودين لحد دلوقتي. انا بفتكر بابا وكل ما اشوف صوره ليه اديله التحيه، بحس ان هو قاعد جنبي وبيحضنني. شرف الشهاده دي حاجه عظيمه، وكان بيتكلم عنها بطريقه بسيطه جدا لدرجه ان هو لما كان بيحب يتكلم معايا من باب الفضفضه كان يبتدي يقول لي لو انا جرالي حاجه هتعملي كذا مع عمر، وبعد حمله تالين ابتدى يقول لي عمر هيتعامل مع اخته زي لما عرفنا ان هي بنت، كان الموضوع كاننا بنتكلم في امر من امور حياتنا العادي. واحنا على طول فاكرين، وانا عايزه اقول لحضرتك هو عايش معانا، احنا فعلا عايشين بيه، عايشين بروحه، كل حاجه هو قدامنا. انا عايزه اقول لحضرتك انا حاسه ان احنا واصلين مرحله ان بنقضي الوقت اللي فاضل لنا، والله اعلم هيبقى امتى وربنا مقدر الاعمار ايه، احنا اكننا بنقضي الفتره دي لحد على امل ان احنا نجتمع بيه. دايما بحن ان هو كان دايما يعني حتى لما كان بينام كنت دايما بنام جنبه، كان دايما يقعد يلعب معايا. يعني احيانا كنت مثلا ابقى قاعد بذاكر هو جاي من بره، يعني كنت بفصل في النص كده لان هو كان بيجي يقعد يهزر بقى معايا، كان دايما يقعد يديني نصايح، كان بيقعد يساعدني في حاجات كتير. يعني احيانا كان بيخليني اسوق العربيه، كان بيقعد يعلمني برضه السواقه، كان بيعلمني حاجات كتير جدا. مبسوطه قوي ان في مدرسه اسمها اسم بابا. يعني مش بعيط غير لما بفتكر الحاجات اللي انا كنت بلعب معاه فيها وقاعد معاه فيها. اتكرم اسم احمد رحمة الله عليه في الندوة التثقيفية لعيد الشهيد، وقابلنا سيادة الرئيس وقابلنا سيد وزير الدفاع في وقتها أيامها، وكان يوم حقيقي من الأيام اللي جبرت خاطرنا. عمر أيامها كان 4 سنين وتالين كانت لسه مولودة،
الريس تعامل معايا كانه حفيد من احفاده، وكان حبيبي مبسوط يوم الندوه جدا، وهو يعني حسينا منه معامله الاب قبل ما يبقى القائد الاعلى او سياده الريس. حسينا يعني قد ايه هو متعاطف معانا ومتاثر باللي احنا مرينا بيه. والله لحد النهارده في حكاوي وقصص بتتحكي لي انا نفسي جديده ما سمعتهاش، وبحس ان انا لا انا اللي كنت عايشه معاه ما اعرفش واحد من عشره على اللي كان بيعمله. سبحان الله، هو كان يعني بينه وبين ربنا حاجه كده، يعني هي ادت للمصير الرائع اللي هو راح له. فاكيد واضح انه انا متاكده انه يستاهل ده. لا البطولات كتير، يعني من اكتر الحاجات اللي ما بتغيبش عن بالي لحظه ساعه لما احمد الله يرحمه كان الجانب الانساني بتاعه، لما كان يرجع من مع اصدقائه او صحابه العاديين حتى الملكي اللي قاعد معاهم، ويكون قدر يعمل معاهم كده ديل او اتفاق ان احنا نجمع من بعض الشهر ده اللي هيقدر على حاجه يحطها. انا مش هجبر حد على حاجه، ولكن في بنت يتيم عايزه تتزوج او عروسه او مؤسسه خيريه، فنجمع طالبين مبلغ مثلا 5000 جنيه 3000 جنيه. فيا سلام لما كان بيقدر يدخل حد جديد مع اصدقائه او يقنعه، فيلاقي ان كل الاصدقاء بيعملوا خير فيقول طب انا كمان هدخل. لحظه الفرحه اللي كان بيدخل من على الباب حاسس بيها، والله العظيم كان دايما يقول انا الحمد لله انا مبسوط ان انا خليت حد يعمل خير. بحب اقول ان انا فخور بيه جدا، وان انا بحاول ان انا اعمل كل حاجه هو كان بيقول لي عليها، وان رب يكون مبسوط بيا ويكون شايفني حاجه كويسه. طبعا انا مش يعني نفسي ان انا اعمل اكتر من كده، بس نفسي يكون مبسوط بيا في السن ده دلوقتي، يعني لسه قدامي ان شاء الله العمر طويل، احاول احسن من نفسي اكتر لحد ما يبقى فوق مبسوط بيا جدا. الدنيا ساعة، وهما نحسب ان هما يعني فازوا باخرتهم، واحنا الحمد لله كان لنا الشرف ان احنا عشنا معاهم ولو يوم في الدنيا. ربنا يجمعنا بيهم، وربنا يحفظ لنا مصر اللي ابطالنا ضحوا بدمهم عشانها. انا بحب بابا قوي. عايزه اقول لكل الاطفال اللي زيي ما تخافوش، باباكوا في الجنه في احسن مكان عند ربنا. نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من استقالة المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق ونجله. وأهاب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبل مروجي الشائعات الكاذبة من المواقع والأشخاص. شهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في الآونة الأخيرة حالة من الجدل حول الانتخابات المتوقعة في الفترة المقبلة، خاصة عقب إعلان السيد حسن شحاتة وزير العمل السابق حقه في العودة مرة أخرى لممارسة مهامه كرئيس الاتحاد عام نقابات مصر، خلفا للسيد محمد جبران الذي كان قائما بأعمال رئيس الاتحاد والذي تم اختياره مؤخرا وزيرا للعمل في الحكومة الجديدة. وزير العمل السابق يعني يحتكم إلى شرعية عودته لاستكمال ولايته النقابية التي انتخب فيها عام 2022 إلى 2026، وأثار بذلك حالة من الجدل حول أهلية عودته من عدمه. تقرير ثم نعود إليكم. والله إحنا الأول إحنا فوجئنا بهذا الأمر، وده بمجرد ما فوجئنا بيه ولقينا إن هناك خبر وإن هناك تحرك لهذا الأمر، اجتمع الزملاء وأعدوا مذكرة قانونية. المذكرة القانونية من وجهة نظرنا بتقول أن ليس له الحق في الرجوع للاتحاد مرة أخرى،
لان في شروط للترشح داخل الاتحاد والعضويه تتعلق بنظمه قانون العمل واللوائح قانون النقابات واللوائح المنظمه لهذا القانون. في شروط فيها دوام واستمرار ودي بتفضل طول المده بتاعه الدوره النقابيه. الجزء الثاني ان مجلس اداره الاتحاد قرر خد قرارات من خلال هذه المذكره انه بيتوجه لوزاره القوى العامله، لانه الوزير ادعى في احد الصحف او احد المواقع انه معاه فتوى من وزاره العمل بتؤكد صحه موقفه او انه هو ليه الحق في انه هو يعود مره اخرى لاتحاد نقابات عمال مصر في سابقه لم تت يعني سابقه مش عايز اقول انها ما حصلتش في مصر قبل كده، ما حصلتش في العالم قبل كده يعني تحديدا. وقال انه معاه فتوى من وزاره القوى العامله. اول سؤال انا بساله في الحته دي عشان هخش في مواضيع ثانيه. اذا كان سيادته كان على راس وزاره العمل وجايب فتوى من وزاره العمل، هل ده كلام منطقي من الممكن مسؤول يقوله؟ ان انا وانا بدير مكان باخد منه فتوى لصالحي، ده حتى فيها شبهه غريبه جدا انا ما اعرفش اتقالت ازاي. السيد الوزير كان حضر الجمعية العمومية بتاعة النقل الجوي وهو وزير، وهو اللي افتتح الجمعية العمومية دي أولا. ثانيا عملنا جمعية عمومية هنا لزيادة الاشتراك بتاع الاتحاد والسيد الوزير حضرها هنا. فأنا فند لك الموضوع ببساطة، هو أصلا اسمه مش في الجمعية العمومية بتاعة النقابة العامة ولا اسمه في الجمعية العمومية بتاعة الاتحاد واللي مودع في الاتحاد واللي مودع في وزارة العمل. فيعني من له حق التصويت له حق الانتخاب. فحضرتك لو افترضنا ان احنا عملنا دلوقتي ودعينا الجماعة عمومية، فهتلاقي اسم السيد الوزير حسن شحاتة مش موجود في الجامعة العمومية. هي المسألة بيننا وبين الزميل حسن شحاتة وزير العمل السابق هي ليست مسائل شخصية ولا بيننا وبينه أي خلاف من أي نوع، بل بالعكس هو زميل عزيز، لكن هي المعركة كانت معركة قانونية. هل له حق أم لا؟ له حق العودة إلى مقعد كرسي الاتحاد رئيس الاتحاد ولا لا؟ هي دي كانت المسألة. لا مفيش صراعات، احنا طول عمر اتحاد العمال متوافق وطول عمرنا بنحترم التنظيم. وأي زميل لينا بيقود وكلنا بنخدم عليه. الحركة النقابية طول عمرها حركة كفاح ونضال، كلها فريق عمل واحد، مش واحد اللي بيناضل لوحده، كل الفريق كله واحد في مكانه. فاحنا حتى لو الاستاذ حسن هو لما كان رئيس بالمجلس، الاستاذ جبران لما كان رئيس بالمجلس، وقبل منهم القيادات اللي قادت الاتحاد كلهم بتاريخ المشرف، مجلس الاداره مش لوحده، مجلس الاداره له جمعيه عموميه، واحنا اتحاد نقابات عمال مصر. في صناعات عمال مصر كلها، في خدمات عمال مصر كلها، في آليات العمل النقابي في عمال مصر كلها. الحقيقة طبعا احنا حاولنا الاتصال او انا اتصلت بالسيد الوزير السابق سيد حسن شحاتة، وكنا نتمنى طبعا التسجيل معاه، انما الحقيقه الراجل نأبد نفسه عن، قال الوقت ليس وقت صراع، علينا ان نرتفع على اي هذا الامر، انا لي حقي القانوني. وجاب الحقيقه ما يثبت بالاوراق والمستندات انه دفع التامينات، انه عضو في الجمعيه العموميه، انتخب رئيس للنقابه العامه بالاجماع في النقل الجوي، ولكنه رأى انه بدل ما انه يسجل او بدل من يتكلم انه يلجأ الى لجان ادارة الفتوى والتشريع. على كل حال معانا السيد الوزير السابق السيد الوزير حسن شحاتة. سيادة الوزير اهلا وسهلا بك. طيب احنا بنطلبه دلوقتي، اتمنى بالفعل ان احنا يحاول يدخل معانا ويعني يطرح وجهة نظره في هذا الامر، لان دي قضيه الحقيقه نتمنى بالفعل الاتحاد العام لعمال مصر وهو يعني الاطار الشرعي والتنظيمي لملايين العمال من المصريين ننأى به الحقيقه. وايضا السيد الوزير السابق محمد حسن شحاته قال هذا الكلام، احنا ننأى باتحاد العمال على ان يكون ساحه للصراعات، واحنا بننتظر اللحظه اللي يصدر فيها القرار الخاص
بإدارة الفتوى والتشريع بحيث على الأقل يبقى ده موجود. طبعا أسماء الأخرى اللي طرح نفسها أسماء لها كل الاحترام والتقدير، دورها النضالي لا يمكن تغاضيه، ولكن على كل حال معنا السيد الوزير السابق السيد حسن شحاتة. سيادة الوزير أهلا وسهلا، نتمنى أن نسمع تعليقك الحقيقة على ما قيل من أطروحات من قبل عدد من قيادات اتحاد عمال مصر. سيادة الوزير. ألو، مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء الخير سيادة الوزير، أهلا يا فندم، اتفضل. أهلا بيك يا فندم. طبعا أنا سمعت دلوقتي التقرير. نعم. سمعت التقرير اللي اتقال دلوقتي. نعم. فأنا ما كانش ليا النية أن أنا أخش عايز أتكلم ولا حاجة، ولكن نعم. التقرير اللي اتعمل من الزملاء اضطريني أن أنا لازم أوضح الرؤية كانت كاملة إزاي. نعم. أستاذ مصطفى، مبدئيا أنا منتخب 22/26. تمام يا فندم. تمام. جيت كلفت من الدولة بمنصب وزير. نعم. منصب وزير يستمر سنة يستمر اتنين. نعم. بوقت ما بينتهي التكليف من المفروض ان انا برجع اماكن عملي، بدليل ان نعم. انا عملت جواب استلام عملي كموظف في الدولة. نعم. ورجعت المكان الشغل بتاعي، وبناء عليه ان انا المفروض ان انا اكمل دورة الانتخاب اللي انا تم الانتخاب عليها من الجمعية العمومية. تمام. الزملاء بتقول ان المجلس هو اللي بيقر. لا يا فندم، احنا ما انتخبناش من المجلس، احنا انتخبنا من الجمعية العمومية اللي هي وقت الانتخابات اجراء الانتخابات. مش دعوة الجمعية العمومية حاليا. لا يا فندم. وشروط الاستمرار في العضوية يا فندم ثلاثة: الاستمرار في العمل، سداد الاشتراك النقابي، سداد التأمينات. نعم. والثلاث شروط موجودين وانا بدفعهم في الفتره بتاعه تكليفي كوزير. صحيح. للاسف انا لما جيت اعلنت ان انا هرجع، انا كان نيتي ان انا ارجع عشان اقدر اعمل حاجه للاتحاد، وما فيش عندي اي مطامع، لان انا خلاص وصلت لدرجه يعني ما فيش بعدها حاجه ان انا اطمع فيها. كان المفروض ان انا هدخل اكمل لهم الفتره اللي باقيه بدون اي مطامع. اعلنت ان انا راجع واعلنت الميعاد اللي انا رايح فيه. للأسف إن مجلس الإدارة أو بعض من المجلس الإدارة إدوا موظفين المبنى بالكامل أجازة يوم الاثنين الماضي، وقفلوا باب الاتحاد بالجنازير. وجابوا بلطجية حطوها ورا باب الاتحاد عشان عدم دخولي. وأنا طبعا لما شفت كده لقيت إن لا يمكن أنزل بالمستوى إن أنا أوصل للاتحاد ولا أروح للاتحاد. وبناء عليه رجعت تاني مكاني، وقمت باعت مذكرة أو جواب للسيد وزير العمل بإن في فتوى، إن هو يبعت الفتوى والتشريع ويجيب لنا فتوى. على الكلام اللي بيقوله الأستاذ عبد المنعم الجمل إن أنا جبت فتوى من الوزارة عشان أرجع عودتي، أنا ما جبتش حاجة وما فيش فتوى. ده كلام غير صحيح، وأنا عمري ما صرحت إن أنا في فتوى بإن أنا أرجع، لأن القانون مش محتاج تفسير في طبيعته. نعم. لما يبقى فيه اختلاف نرجع للفتوى. انا ما كنتش جايب فتوى عشان ارجع، لان الوضع الطبيعي ان انا ارجع على المكان. نعم. فلا في فتوى كانت معايا ولا اعلنت بان في فتوى معايا. فالزملاء احنا ما فيش خلاف بيني وبين الزملاء في الاتحاد، وللاسف يعني اللي حصل موقف كان في شبه بلطجة معلن. يعني كان جنزير يتقفل الباب الاتحاد يتقفل بجنزير، وموظفين الاتحاد تاخد اجازه، ده شيء لا يليق بينا. بس ده امر ما يعني مش بالضروره الناس دي تكون عملته، ممكن يبقى شغل اداري عادي يا سياده الوزير. لا يا فندم، انا بعت لحضرتك صور باب الاتحاد وهي مقفوله بالجنزير. ده صحيح. واخد بال حضرتك، وموظفين الاتحاد كلهم اخذوا يوم الاحد الساعه 12 بالليل، بعتوا لهم على الواتساب ما حدش يجي، بالرغم ان الموضوع مش مستاهل الكلام ده. وانا انا هقول ايه، انا غلطت في ان انا اعلنت الرجوع للاتحاد، لان انا خلاص كنت وصلت للمستوى الاعلى من كده بكتير، فما كانش المفروض ان انا افكر. ولكن برضو هستنى راي الفتوى والتشريع، ولما يجي رد الفتوى والتشريع ان كان لي احق يبقى ساعتها هقدر اقرر اذا كنت ارجع او لا. اكيد. شكرا ليك سيادة الوزير حسن شحاتة وزير العمل السابق. مصر بتواصل دورها التاريخي في حل الأزمة السودانية. الأسبوع ده اجتمعت عدة فصائل سياسية ومدنية سودانية في القاهرة عشان يبحثوا عن حل الأزمة
بترتيب من توجيهات السيد الرئيس وترتيب من جهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية. الحقيقة كان الهدف هو كيف نصل إلى حل يقضي بوقف الحرب في السودان. حرب في السودان أدت إلى أوضاع مأساوية على كل الأصعدة، وبنشوف الجرائم اللي بترتكب في حق أهلنا في السودان، مسائل سقط فيها عشرات الآلاف من الشهداء. عموما اجتماع ناقش ثلاث ملفات أساسية: وقف الحرب، الإغاثة الإنسانية، الرؤية السياسية لمستقبل السودان. كمان الاجتماع ناقش خطة محددة لإجراء حوار سوداني شامل تشارك فيه كل الأطراف والقوى السودانية بما فيها القوى التي لم تحضر مؤتمر القاهرة الحالي، لأن بالفعل في قوى سودانية وداعمة وموجودة لوحدة السودان، وأحزاب موجودة يعني كثيرة ومتعددة، بعضها موجود في القاهرة لكنها لم تكن موجودة. عشان كده جات الدعوة بأن احنا هندعي كل القوى في اجتماع آخر، وده هدفه وقف النزاع، الوصول لتحقيق سلام مستدام في السودان. القوى السودانية أصدرت بيان في ختام الاجتماع أكدت فيه على التزامها بالسلام، بالتحول الديمقراطي، ومصر بتدعمها في هذا الاتجاه عشان يتم إنجاز حوار شامل وتحقيق السلام والاستقرار. رئيس عبد الفتاح السيسي استقبل المشاركين في المؤتمر، أكد على تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية عشان يتعمل الاجتماع ده في هذه اللحظة التاريخية الفارقة اللي بيمر بها السودان. كان كلام الرئيس واضح على وحدة السودان ووحدة شعبه ووحدة أرضه. كمان حصل تطور تاني لما رئيس أثيوبي زار السودان والتقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وتباحث معه في الأمر. الكل بغض النظر عن كل ومطامعه، لكن الكل حاسس بالخطر، إذا فتت السودان لن تسلم لا أثيوبيا ولا إريتريا ولا تشاد ولا أفريقيا الوسطى ولا أي بلد، وهيأثر علينا في مصر. علينا أن احنا ندرك ده جيدا ونفهم تماما أن اللي بيحصل ده مسألة خطيرة للغاية. ما يحدث في جنوب مصر مسألة خطيرة، ومصر تدرك هذه المسألة وتدرك أن أمنها القومي الاستراتيجي في السودان. عشان كده احنا مهمومين بالسودان، مهمومين بشعب السودان، مهمومين بإخواننا. مصر فتحت ذراعيها لأهلنا في السودان بكل ثقة وإيمان وإخلاص. السودانيين دول مين؟ ما هو دول امتدادنا، ما هو دول إخواتنا، ما هو دول أهلنا. عشان كده مصر بتبذل كل جهدها. دعك من الذين يريدون تفتيت السودان وتدمير السودان من قوى نعرف أهدافها وعناصر تريد تدمير وحدة السودان. لا الأمريكان عايزين السودان موحد، ولا الصهاينة عايزين السودان موحد. الهدف مش السودان بس، الهدف مصر، والهدف أن تشاع الفتنة في كل المناطق. ما يجرى على أرض السودان، شوفوا خريطة مصر النهاردة، حزام من نار في كل الاتجاهات، عشان يدرك بعض الذين في قلوبهم مرض إن القيادة المصرية تتحمل ما تنوء عن حمله الجبال، وإن البلد دي معرضة لمخاطر شتى، وإن اللي ما يعرفش ده عليه إن يشوف الخريطة دي المتحزمة بحزام ناري. الهدف هو الوطن. عشان كده لما بنقول للناس يا جماعة راعوا البلد، أوعوا تكرروا أحداث سابقة كان الهدف منها هو تدمير الوطن، مش كمان تغيير نظام ولا غيره، كان الهدف هو تدمير الوطن، كان الهدف هو تفتيت مصر، لأن دي الأجندة الغربية، دي الأجندة الصهيونية الأمريكية، ده اللي اتقال إن مصر هي الجائزة الكبرى. أوعى تفتكروا إنهم راضيين على جيشنا وقوته، أوعى تفتكروا إنهم راضيين على الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقلاليته وسعيه الدؤوب إن البلد دي والجيش ده يقف على رجليه بكل قوة وبكل إيمان ويحمي البلد دي من السقوط والانهيار. الهدف واضح والمخطط واضح، لكن المتآمرين اللي بالشعارات بيرفعوا يقول لك الحق مش عارف ايه، اطلعوا اعملوا، انتم لا تريدون لمصر استقرارا ولا امنا ولا بتحبوا الشعب المصري، انتم خونة متآمرين مجرد ادوات من الخارج بيحركوكم. فسد، لا ايمان لديهم ولا قوة لديهم. مصر بايمانها وبقوتها هتنتصر وهتعدي. احنا لينا ملاحظات كتير ومشاكل كتير واوضاع اقتصادية مش عجبانة، لكن عجبانة البلد دي وحنوقف معاها، وعندنا ثقة في القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهما قلته مهما تكلمته. إيماننا
من الراجل اللي هيعدي بالبلد هيعدي بالبلد، هنقف على رجليها هنقف على رجليها، لكن في نفس الوقت بنقول مطالبنا كذا، والغلابة والطبقات المسحوقة والوضع الاقتصادي والناس اللي عايزينها تشتغل، احنا قدام حكومة جديدة. انا شفت في المجموعة الاقتصادية زي ما قلت لكم في بداية الحلقة بوادر ايجابية، وعي بالمخاطر، احساس بان احنا ما حققناش الاهداف اللي كان يجب ان احنا نحققها. مشروع برنامج اتمنى لو اتحقق على ارض الواقع هيبقى عندنا استثمار وعندنا اقتصاد كلي كويس وعندنا استقرار اكتر وعندنا وعندنا وعندنا. هيتحقق ازاي؟ بالايمان، بالامن، بالاستقرار، بان احنا اي خطأ حصل نصلحه. ادي الكهرباء هترجع ان شاء الله خلال فترة وجيزة، ودلوقتي وقفوا القطع اللي ولعوا الدنيا، الحقوا وكذا وكذا. زعلانين بس عندنا ثقة في الحل. على كل حال بعد قليل بعد الفاصل هيكون معانا الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، كان معانا في لقاء سابق الحقيقة وكان له وجهات نظر مهمة، هو ضيفنا النهاردة عشان نعلق على برنامج الحكومة وعلى الرؤية المستقبلية لهذا البرنامج بعد الفاصل. عندما طرح رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي برنامج حكومته مؤخرا أمام مجلس النواب بهدف أن يحوز على ثقة المجلس كما ينص أو كما تنص المادة 146 من الدستور، تحدث عن محاور أربعة، تحدث عن سياسة استراتيجية، تحدث عن التحديات وقال أن هذه حكومة مواجهة التحديات. الأسئلة كثيرة والتساؤلات متعددة، ولذلك يعني استضفنا ويشرفنا اليوم أن يكون معنا الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية. دكتور أهلا وسهلا بك، وحشتنا يا فندم. ربنا يخليك. طبعا بالتأكيد قعدت واستمعت إلى بيان الحكومة والمحاور الأربعة والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذه اللحظة. إلى أي مدى تستطيع الحكومة أن تحقق برنامجها في ظل هذه التحديات لبعضها داخلي والأكثرية خارجي؟ في الحقيقة كان البيان اللي ألقاه دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في الحقيقة كان واضح جدا، وكان واعد جدا ومتفائل جدا، وربنا يقويه وهو ويتم تنفيذه. أنا عارف أن أنتوا حضراتكم في مجلس الشعب يعني نعد الآن ردنا على هذا البيان، وفي الحقيقة يعني نعرف أن في كمان لجان تشكلت لتحويل البيان إلى خريطة طريق ووضع آليات تنفيذ هذا البيان. البيان في الحقيقة بيقول أن احنا بنستهدف معدل نمو اقتصادي في السنة الأولى 4.2%، وفي السنتين التاليتين 5%. صحيح. برضو في الحقيقة البيان واضح جدا أن هو تنفيذا لرؤية مصر 2030، ويعني توصيات الحوار الوطني، توصيات الحوار الوطني كذلك. وفي الحقيقة طبعا هو يعني بيشرك المجتمع معاه، والشعار بتاعه معا نحو مستقبل مستدام. في الحقيقة فيه أربع محاور أو أربع أهداف بيحاور البيان إن هو يوصلهم، اللي هو حماية الأمن القومي بما فيه من أمن مائي وأمن سبراني وما ذلك، مكافحة الإرهاب ومكافحة الإرهاب، وكمان في الحقيقة الهدف الثاني اللي هو بناء الإنسان ورفاهية المواطن. الحاجة الثالثة في الحقيقة كمان اللي هو بناء اقتصاد وطني جذاب للاستثمار في الحقيقة. الحاجة الرابعة كمان في الحقيقة اللي هو الاستقرار الاقتصادي والملاءة للمواطن يعني. في الحقيقة تحقيق دول في ظل التحديات الموجودة زي ما حضرتك قلت سواء داخلية أو خارجية، يعني ده اللي هنقول يعني ربنا يعين الحكومة الجديدة على تحقيق هذا البرنامج الطموح الذي يلزم له تضافر جميع الجهود الوطنية. دكتور، تحدثت الحكومة وتحدث الوزراء المعنيين أمام
نعم. لجنة مجلس النواب للرد على بيان الحكومة عن فقه الأولويات. نعم. في تقديرك كيف ترى فقه الأولويات؟ الله، فقه الأولويات ده يا دكتور مصطفى في الحقيقة هو هو شرعا يعني إن في عندنا حاجة اسمها مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة بتقول عندنا إن احنا لازم نبدأ بالضروريات الأول ثم الحاجيات ثم الرفاهيات. الضروريات خمس حاجات: الحفاظ على الدين، يعني أول شيء، والمقصود بالحفاظ على الدين مش مقصود بيه في الحقيقة اللي هو بناء الكنائس والمساجد والمعابد، مش ده المقصود بيه، بس هو طبعا ده مقصود، لكن يضاف إلى ذلك اللي هو بناء أخلاقيات المجتمع. يعني من ضمن الحفاظ على الدين إن إحنا نعلم ولدنا إن إزاي ما يبقاش فيه فساد. وده لو علمناهم له يا مصطفى بيه، الفساد لوحده كلف مصر العام السابق 3% من الناتج المحلي الإجمالي، يعني ما يعادل تقريبا 540 مليار جنيه مبلغ. تمام. فإحنا لو خدنا ده يعني معالجة الفساد نمرة 2، يبقى ده اللي نبدأ بيه الحاجات دي اللي هي بناء الأخلاقيات، وإن إحنا كمان نغرس في ولادنا الاستثمار والإدخار. وإحنا ده طبعا موجود حتى في الشرع، يعني ما إذا قامت القيامة وكان في يد أحدكم فسيلة فليزرعها، ده فكر استثمار. ما يبقاش كله بزخ، ما يبقاش كله استهلاك، هنا تبنى الأمم بالاستثمار وبالإدخار. فأدي كده الحفاظ على الدين، كمان في الحقيقة الحفاظ على العقل، والحفاظ على العقل يستوجب إن إحنا نهتم بالتعليم. والتعليم أنا عارف طبعا إن يعني ما نقدرش إن إحنا نصرف على التعليم كما هو المنصوص عليه في الدستور، لأن التعليم يتطلب أو الحد الأدنى على الإنفاق عليه إن يكون 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. صحيح. الناتج المحلي 17 تريليون، ف4% منه توصلنا في الحقيقة لأكثر من 680 مليار يتم إنفاقهم على التعليم في المرحلة قبل الجامعية. و2% يعني 340 مليار على الجامعة. و1% يعني 170 مليار على البحث العلمي. هذه المبالغ لو توفرت وتم إنفاقها على التعليم أنا متأكد مصر هتكون في حتة تالتة. يبقى ده الحاجة التانية. الحاجة التالتة في الحقيقة الحفاظ على النفس. كل ما تتطلبه الأمور للحفاظ على النفس ينبغي أن نقوم بها قبل أن نقوم بأي شيء آخر. والحفاظ على النفس يتطلب أن أنا أنفق على الصحة. الإنفاق على الصحة وفقا للدستور 3%، 3% مضروبة في 17 في تريليون تعمل 510 مليار. نحن لا ننفق هذه المبالغ على الصحة. وده هيقودنا لحاجة تانية يعني خاصة بالصحة. فيبقى ده كده فقه الأولويات. وحياة كريمة خصص لها 150 مليار. احنا ده طبعا ده انجازات عظيمه للفتره السابقه. حياه كريمه، كرامه، تكافل وكرامه، تكافل وكرامه، وعندنا كمان اللي هي المراه المعيله. كل دي امور كلها كانت موجوده ومهمه جدا للحفاظ على النفس. في كمان الحفاظ على النسل. كل ما يتعلق بالحفاظ على النسل لابد ان نبدا فيه. الخمسه، الضرورة الخامسة، الحفاظ على المال، ودي مهمة جدا في الحقيقة. الحفاظ على المال ينبغي على الدولة أن توفر استثمارات لأي واحد يرغب في استثمار أمواله. والحفاظ على المال يتطلب أن احنا كمان يكون عندنا أسواق مالية جاذبة. الحفاظ على المال ينبغي في الحقيقة أنه أن كل واحد يكون آمن على ماله، ما يبقاش في أي شخص مروع إن ماله ممكن يروح عليه. دي الضروريات التي ينبغي إن احنا نبدأ بيها. الحاجيات بقى في الحقيقة، ودي الحاجة التانية اللي تبدأ بعد الضروريات، إن احنا نقضي على الفقر اللي نسبه عمالة تزيد. نقضي على البطالة. الحمد لله البطالة نزلت، كانت 12 وشوية في المية، دلوقتي بقينا 6.7 وفقا للبيان. وايضا معدل التضخم نزل من 39.7 الى 27%. كويس. وده كمان برضو ان احنا من ضمن الحاجيات في الحياة ان احنا
لأن في الحقيقة التضخم يأكل الأموال وارتفاع الفوائد لا يحافظ على الأموال. يعني ارتفاع فوائد البنوك لا يجلب استثمار ولا يشجع على الاستثمار ويأكل الأموال أكلا يعني. فدي كلها أمور تأتي قبل، وكمان الطرق والبنية التحتية، لأن الحاجيات مقصود بها أولا الضروريات، دي هي الأمور التي يستحيل العيش بدونها. الحاجيات هي أمور ممكن نعيش بدونها، لكن لو وفرناها تسهل أمور الحياة. الرفاهيات لا ينبغي أن نبدأ فيها غير بعد ما نكمل الاثنين دول. طيب دكتور، الحديث عن الاستثمار حديث مهم جدا. نعم، وأعتقد السيد رئيس الوزراء تناول هذا في نعم. برنامجه، وأكد أن الدولة ستفتح الباب واسعا أمام الاستثمار. نعم، ولكن كثير من المستثمرين كانوا يشتكون في الفترة الماضية. نعم، في تقديرك ما هو الواجب وما هو اللازم حتى نستطيع أن نجذب المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي على السوق؟ مهم من سيادتك، يعني أجمل حاجة قلتها أن أنا أحافظ على المستثمر المحلي. نعم، المستثمر المحلي يعني طالما أن احنا في الحقيقة جايين نتكلم بوضوح وعاوزين نقدم حلول، الحفاظ على المستثمر المحلي ده أولوية أولى. يعني احنا ما يرضناش أن يتقال لنا أن 30% من الرخص في دولة السعودية خرجت لمستثمرين مصريين. يعني في هروب كتير للمستثمرين المصريين، لأن هناك سوق جاذبة للاستثمار. كويس، احنا عاوزين نبقى جاذبين احنا بالزبط. كمان فده في الحقيقة. طب دول يعودوا ازاي؟ مطلوب ثلاث حاجات وعلى الفور، ثلاث حاجات وبعدين نتكلم في الباقيين. نمرة واحد، استقرار سعر الصرف. لن يأتي مستثمر لدولة فيها تذبذب في سعر الصرف، لأن هو لازم وهو داخل بمبلغ يبقى عارف هو هيخرج بمبلغ قد إيه. الحاجة التانية، ما بيجيش برضو مستثمر في دولة فيها تضخم مرتفع. 27 برضو ما زالت نسبة عالية. لأن أي مستثمر وهو بيحط دراسة الجدوى بتاعته لازم يبقى عارف هيشتري المواد الأولية اللي هتمشيله عملية الانتاجية بكام. ما ينفعش المواد الأولية اللي هو بيشتريها دي تبقى كل يوم بسعر. فلابد أن يكون فيه معدل تضخم مقبول، عشان لما يعمل هو الدراسة بتاعته يبقى هو حاطط معدلات التضخم في الاعتبار. الحاجة الثالثة كمان، إن معدلات الفايدة في البنوك لازم تكون منخفضة. إحنا في الحقيقة يعني ما ينبغيش إن يبقى عندنا معدلات فايدة مرتفعة ولفترة طويلة، دي مش مشجعة إطلاقا. بالإضافة ليه؟ لأن أي واحد بيعوز فلوس عشان يمول، فأنا لما أقول له إن معدل الفايدة اللي هتدفعها للبنك عشان تمول مشروعك 30% وعنده مواد أولية بتكلفه مبلغ كذا وعنده أجور ومرتبات، طب الراجل ده المفروض يحقق عائد كام عشان يجيب عائد يعادل عائد البنك اللي هو كان ممكن يحط فيه فلوسه؟ فما حدش هيستثمر. دول الثلاثة المهمين أو الثلاث محاور الأساسية اللي ينبغي إن احنا نجتهد فيهم. إضافة لكده لازم أوفر للمستثمر خروج آمن إذا حب إن هو يخرج. أحد وسائل الخروج الآمن اللي هي البورصة. لابد أن يكون عندنا بورصة قوية. لكن ما يصحش يا مصطفى بيه أن البورصة يكون التعامل فيها بالمليم. لازم نوقف الكلام ده. إحنا عندنا التغيرات في الأسعار بالمليم، مستثمر إيه اللي هيجي وهو عنده فرص استثمارية بره ممكن هو يعمل فيها كده؟ فده مهم جدا. بالإضافة بقى لأن إحنا نحسن الترتيب بتاعنا، الريت بتاعنا، نحسن صورتنا أمام المؤسسات اللي بتقيمنا. فلازم يكون يعني إحنا مش طمعانين في تريبل اي أو تريبل بي، بس إحنا عاوزين نخرج من القاع اللي إحنا فيه ده وبصورة سريعة جدا. طيب ناخد فاصل ثم نعود لنكمل الحوار مع الدكتور السيد الصيفي بعد الفاصل. عودة مرة أخرى للحوار مع الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية. دكتور، ونحن نتحدث عن الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه مصر. منذ قليل قرأت خبر أن المكتب التنفيذي لصندوق النقد الذي كان يفترض أنه سيبحث تقديم شريحة مالية جديدة إلى مصر وفقا للاتفاق السابق
أجل اجتماعه إلى نهاية يوليو بزعم أن مصر لم تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شروط الصندوق. نعم، هو للأسف صندوق النقد الدولي دايما يمارس ضغوط، ومعظم الضغوط بتاعته بتروح ناحية الدعم. الدعم ده بيخدم فئة كبيرة جدا، بيخدم 70% من المواطنين، بيخدم 70 مليون مواطن. وفي الحقيقة لا ينبغي ان احنا نمس بالدعم اطلاقا. واحنا ممكن ندافع بطرق كتيرة جدا. يعني احنا مصطفى بيه كنا في 2015-2016 بنقدم دعم، تقريبا كنا بنقدم دعم قدره 200 مليار جنيه. ده لما كان الدولار ب 8 جنيه. دلوقتي احنا في الحقيقة بنقدم دعم للسلع والخدمات والخدمات البترولية والمعاشات وكل ده في الحقيقة 635 مليار. صحيح. طيب ال 635 مليار دول على سعر 50 يعادلوا نص المبلغ اللي احنا كنا بنقدمه في 2015. يعني انا لو بتفاوض مع صندوق النقد الدولي اقول له من فضلك ما تلمس الدعم اطلاقا، لان انا بالاسعار الجاريه ال 200 مليار اللي كنت بقدمها في 2015 تعادل دلوقتي تريليون و200 مليار. فكوني بقدم 600 مليار دلوقتي يبقى انا بدعم ب 50% مما كنت اقوم بدعمه في 2015. فانا مش هقدر المس الدعم اللي هو بيروح للمواطن اكتر من كده. وده في الحقيقه منطقي جدا، لان في الحقيقه يعني الظروف الحياتيه لا تسمح بان احنا نلمس اكتر من كده بالنسبه للمواطن، خاصه ان احنا في الحقيقه المرتبات والاجور، ما انا بقول ازاي يعني ندافع. المرتبات والاجور كانت في 2015 كنا بندفع 213 مليار جنيه. دلوقتي بندفع 575 مليار، تبان اكتر طبعا. لكن في الحقيقه لو خدناها برضو بمعيار الدولار ينبغي ان احنا اللي هندفعه دلوقتي يكون تقريبا مليار 265 مليار. يعني ضعف او مرتين ونص قد اللي احنا بندفعه دلوقتي. فالاجور والمرتبات اللي موجوده حاليا 40% من الاجور والمرتبات اللي كنا بندفعها في 2015 وانا بدفع نص الدعم دلوقتي، انا في الحقيقه بنك يا دولي ما اقدرش المس الدعم الموجود حاليا ولا اقدر ارفع اسعار لانخفاض الدخول للمرتبات، دي نمره واحد. نمره اتنين، لان الدعم اللي انا بقدمه دلوقتي هو نص الدعم اللي انا كنت بقدمه قبل كده. ده رد صريح، وانا اعتقد ان هو ممكن يستجيب البنك الدولي. البنك الدولي او البنك انا اسف صندوق النقد الدولي. نعم. انا دخله في مشكله تانية. انا دخله في مشكله ان انا بدفع فوايد تريليون و 834 مليار. المبلغ اللي انا بدفعه فوايد ده يا صندوق يعادل 70% من اجمالي ايراداتي كلها اللي هي بالغه 2.6 تريليون. فانت يا صندوق يا نقد يا دولي يعني اللي انت هدفك تساعد في الحفاظ على استقرار العملات للبلاد لازم تساعدني. انا مش طالب منك انك تسقط عليا دين، لا انا مش طالب كده. الدين اللي عليه هدفعه، بس على الاقل يتساعدني في جدوله الدين اللي عليا كله وتخليني ادفعه على فتره زمنيه اطول بمعدلات فايده اقل، يا تسقط لي جزء من الفوائد، خاصه ان الفوائد دي اللي انا بدفعها دلوقتي اللي هي تعادل 36 مليار دولار، انا في الحقيقه جزء منها انا دفعته ايام كورونا او تحملته ايام كورونا، لان كنت واخد قروض بس ما بشغلهاش. ورغم ذلك انتوا كنتوا بتعدوا عليا فوائد. فانا اقصد ان التفاوض مع الصندوق ان انا مش يعني مش لازم ابقى واقف في موقف دفاع اعمل، لا انت ساعدني، لان انت لو عملت كده انا العجز بتاع الموازنه بتاعي هيتعدل. انا عندي في الموازنه اي نعم عندي عجز نقدي، لان انا ايرادات 2.6 تريليون، مصروفاتي 3.9 تريليون، فانا عندي عجز 1.3 تريليون. لو انت اسقطت لي الفوائد او جزء منها
أنا هتحول من عجز لفائض. لأن أنا العجز اللي عندي ده كمان بيتعاظم لو أنا قدمت كمان أقساط سداد القرض اللي هي بلغة 1.6 تريليون. ساعتها العجز اللي عندي هيبقى كتير جدا، وهيبقى خدمة الدين اللي عليا 1.8 فوائد 1.6 قسط سداد، يعني 3.4 تريليون أكتر من إيرادات اللي هي بلغة 2.6. لازم الكلام ده في الحياة كله يطرح أمام الصندوق، وإن هو نحط إن هو شريك معانا. أنت معانا شريك وأنت مدينا وإحنا عاوزين ندفع لك ديونك، بس أنت شاركنا في الحقيقة، لأن في جزء كتير من الديون دي بمعدلات فايدة مرتفعة بسبب إن المؤسسات اللي هي تنتمي إليك بصورة أخرى أو أخرى بتحطني في ترتيب أو في ريت قليل، وده بيخليني لما أجي أقترض ما أعرفش أقترض بمعدلات طبيعية، بقترض بمعدلات فايدة مرتفعة. فأنا بصراحة كدولة أنا إيدي مكبلة بالديون، مش بالديون نفسها، بخدمة الدين. وإنت لازم تتدخل يا صندوق نقد دولي في أن أنت تخفف الضغوط اللي عليا في عملية التصنيف الائتماني اللي موجودة، وفي تخفيض معدلات الفايدة اللي أنا بدفعها، وخاصة أن أنا دولة عمري ما توقفت عن السداد. أنت ليه عطيني ريت قليل؟ فده في الحقيقة يعني ضغوط بيمارسها صندوق النقد الدولي، وإحنا ده من قراءة تجارب الدول الأخرى عمرنا ما شفنا صندوق النقد الدولي غير بيعمل كده طول عمره، ده اللي بيعمله طبعا. وعملوا مع الأرجنتين، وعملوا مع لبنان، وعملوا مع كل الدول والبرازيل. الدولة اللي بترفض الكلام ده هي الدولة التي تنجم، مني زي ماليزيا والبرازيل في المؤخرة. منذ صفقة رأس الحكمة هناك ثمت استقرار في سعر الصرف، نعم، ولكن الشائعات لا تتوقف. نعم. يقول لك هيبقى 58، هيبقى 60. نعم. حرب اقتصادية ممنهجة. الله، كيف نواجه هذه الحرب؟ في الحقيقة أنت عاوز أن أتكلم بصراحة؟ طبعا. قبل كل صفقة شراء بتقوم بها دولة الإمارات تجد الزوبعة دي. يعني في الحقيقة إحنا كنا مستقرين عند 30، وكان فخامة الرئيس مصر أنا مش ممكن هتحرك عن 30 جنيه. لأن إحنا كل ما بنزود سعر الصرف 1 جنيه موازنة الدولة بتتحمل 160 مليار جنيه. تخيل زيادة 1 جنيه بس في سعر الصرف بتحمل 160 مليار جنيه. فلا، أنا بخسر بالتعويم ومش مستفيد حاجة، لأن كانوا هم وعدنا إن التعويم هيدخل مستثمرين، ولا مستثمر دخل ولا في حاجة حصل. فإحنا دلوقتي اكتشفنا أن قعدوا يزودوا من 30 وصلوه ل70 و75 عشان لما يجوا يغيروا الأموال بتاعتهم يغيروها بمعدل مرتفع جدا. بس ليس هم طرف في هذا الموضوع. والله أنا بشوف أنهم طرف. لا، ليس طرف، يعني بالعكس عملية التحويل الناس دي هي اللي وقفت معنا. نعم، أنت حضرتك شايف كده، بس أنا بشوف برضو التصرفات في الواقع ما تقولش وقفوا معنا يا دكتور. يعني الذي أنقذ وضع الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة هي رأس الحكمة. لك على كل حال، نعم، أنت كيف تتوقع مستقبل الدولار؟ مستقبل الدولار لابد أن نتمسك جدا وما نزيدش عن 50، لأن ده مش سعره كمان، ده أكتر كتير من قيمته. فما ينبغيش أن احنا نسمح بأن احنا نزيد عن سعر 50 اللي هو تم وضعه مستقرين عليه في الفترة السابقة. وخاصة أني بعد انخفاض على مدار 22 شهر تحويلات المصريين كانت في انخفاض، بدأت الحمد لله تعود وتعود مرة أخرى. في الحالة دي إن شاء الله مش هنحتاج أن احنا يعني أن احنا نعوم مرة أخرى لسعر صرف، يعني معناه أن هم قابلين سعر صرف قدره 50. وينبغي أن الدول اللي هي بتقول أنها صديقة لينا وبتتعامل معانا ينبغي أيضا أنها تتعامل معانا على أساس أنه لا زيادة في سعر الصرف، لأن ده في الحقيقة دي مسألة ترجع لك أنت دكتور مش للآخرين، دي مسألة أنت المسؤول فيها أنت كدولة الذي... يعني طبعا أنت الذي تستطيع أن تتحكم في سعر الصرف. إحنا ما هو شوف، لو حصل إعادة جدولة للدين في الحالة دي هي دي اللي هتحافظ على سعر الصرف. نعم. لأن في الفترة الحالية أنا علي 42 مليار كان لازم أدفعهم خلال عام 24، دفعنا جزء وفاضل جزء، ففي مدفوعات عليا ان انا لازم ادفعها، ودي بتمثل ضغط على الجنيه المصري. عندي الميزان التجاري يعني في عجز،
لأن أنا وارداتي 71 مليار دولار، صادراتي 40 مليار دولار، فده في حد ذاته عمل لي عجز 31 مليار دولار، ده بيضغط على سعر الصرف. لما اتكلم على الحساب الجاري اللي هو بالإضافة للميزان التجاري السلعي، بضيف عليه بقى إيرادات قناة السويس، وبضيف عليه السياحة، وبضيف عليه تحويلات العاملين من الخارج، العجز ال 31 ده بينزل ل 17، فبرضه ما زال عنده عجز. ميزان المدفوعات هو اتصالح في الحقيقة وتحول لموجب 4 مليار دولار بسبب اللي حضرتك قلته اللي هو الصفقة بتاعت رأس الحكم. طيب دكتور، أنا عايز أسألك على الهيئات الاقتصادية. نعم. الهيئات الاقتصادية يعني يتور كثير من الكلام حولها، حول أدائها. نعم. أنت كيف ترى دور هذه الهيئات؟ كيف ترى حجم الديون المتراكم على هذه الهيئات؟ كيف نستطيع بالفعل ندفع هذه الهيئات قدما إلى الأمام؟ نعم. في الحقيقة الهيئات الاقتصادية احنا عندنا 59 هيئة. صحيح. ال 59 هيئة زائد الشركات التي تتبع قطاع الأعمال، الاثنين دول في الحقيقة اداء لا يليق. اداء لا يليق يا مصطفى بيه، لان انا ايراداتي، يمكن قلنا من شوية ان ايراداتنا 2.6 من 10 تريليون، منها 2 تريليون ضرائب و6 من 10 ايرادات اخرى. طب الايرادات الاخرى دي جايه منين؟ المساهمة بتاعة الهيئات الاقتصادية في الايرادات الاخرى 16 مليار فقط. المساهمة بتاعت شركات قطاع الأعمال العام 5 مليار فقط. ده لا يليق بحجم الشركات الموجودة في هذه الشركات وفي هذه الهيئات، لا يليق إطلاقا أن تبقى دي المساهمة بتاعتهم. فلازم وضع معايير أداء عالية جدا ومحاسبة شديدة جدا على الإيرادات وعلى النفقات، حتى يعني تنخرط هذه الهيئات والشركات في المسار الصحيح، وتكون المساهمة بتاعتها تليق بما تم إنفاقه وما أنفق عليها من استثمارات من قبل الدولة. دكتور، فيما يتعلق بمعدل النمو، الحكومة تقترح 4.2% في المية في السنة الأولى، وتتوقع 5% في الفترة القادمة. إلى أي مدى نحن قادرون على الوفاء بهذه النسب؟ إحنا ممكن نزيد عن كده بكتير لو في الحقيقة بقى في استقرار اقتصادي. نعم. ونبقى التصنيف بتاعنا كمان يتم تحسينه. والحاجة كمان في الحقيقة إني برضو مش هقدر أقول إني يعني الفساد لازم يقف، لأني برضو ده من الحاجات التي تؤثر على دخول استثمارات جديدة. ولابد من عملية الرقمنة. لو إحنا حولنا الاقتصاد غير الرسمي من خلال الرقمنة ودخلناه معانا في الاقتصاد الرسمي ومن خلاله يتم دفع ضرائب، في الحالة دي في الحقيقة إيراداتنا ممكن تزيد. ولو إيراداتنا زادت عجزنا هيقل. ولو عجزنا قل احنا مش مضطرين ان احنا نطبع فلوس عشان نسدد بيها العجز، لان في الحالة دي هيبقى في استقرار في سعر الصرف. المنظومة كلها مترابطة مع بعضها. لو عملنا الأمور دي وبقى في عندنا حوكمة، يعني في عندنا مساءلة وفي عندنا شفافية وأعلننا عن ذلك، وفي عندنا المخاطر السياسية اللي حوالينا بندي، ولازم كمان يبقى مش بس نقلل في المخاطر السياسية، نعمل كمان ترويج عن الأنشطة الاستثمارية اللي موجودة عندنا، وكمان نعلن إن احنا بدأنا فتح عملية التدريب ومدارس فنية عشان الناس اللي بره تعرف إن أنا عندي عمالة ماهرة ومدربة، وكمان نعلن ان احنا عندنا مزايا كتير جدا ونطلع في حملات ترويجيه بره، نقول ايه الاستثمارات المتاحه وايه المزايا اللي موجوده عندي، لان انا عندي مزايا غير باي حته. انا احنا كدوله نعتبر من ارخص الدول في كل شيء، في المواد الخام اللي موجوده عندنا، في ما نملكه من عماله، ولو دربناها كمان هتبقى عماله ماهره مدربه وتكلفتها رخيصه جدا. ده لو عملناه كله احنا هنجد طفرة وهنجد نقلة نوعية في عملية الاستثمار وعودة المستثمرين، لانها كمان لازم اطمن المستثمر اللي سابني وطلع، لازم اطمنه في الحقيقة انه لا مصادرة لأي شيء،
ولا لنزع الملكية. كل الأمور دي في الحياة مجتمعة ممكن تعيد المستثمرين المحليين من الخارج للداخل، تساعد على جذب مستثمرين من الخارج. كل الأمور دي مجتمعة ممكن تصل بالمعدل النمو، وإحنا كنا وصلنا له في الحقيقة في 2008 و2010 قبل الربيع العربي، كنا وصلنا لمعدلات نمو 8%. نعم. فده ممكن نعود إليه وبصورة سريعة جدا. الحكومة في بيانها أيضا يا دكتور تحدثت عن أنه الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممكن تصل إلى 38% من مجمل الناتج القومي المحلي، هل هذا ممكن؟ ممكن، وهي دي القاطرة. يا مصطفى بيه، الحرب الروسية الأوكرانية سوف تمتد لفترة أطول، خاصة بعد الناتو وبعد أمريكا ما قالوا ان احنا هندي F-16 لاوكرانيا، يعني معناها ان الموضوع مكمل مستمر. طب الموضوع مستمر، يبقى احنا في الحقيقه هيبقى فيه مجاعات، انا مش عاوز اقول كده، بس هيبقى فيه مشكله كبيره عندنا في طيب ده في الحقيقه لو احنا الانتاج الزراعي بتاعنا ضفنا له قيمه مضافه، وبدل ما نصدره خام صدرناه مصنع وصدرناه معلب يعيش لفترات طويله، انا متاكد ده هيرفع من قيمه الصادرات اللي موجوده عندنا، وساعتها هيبقى العائد من الصناعه او التصنيع الزراعي والصناعه وكل والتعدين والكلام ده كله في الحقيقه ده ممكن يحسن من الوضع الاقتصادي المصري في الفتره القادمه ان شاء الله. بهذه الرؤيه المتفائله اود كمان في نهايه حديثي ان اؤكد على واقعه تاريخيه. في ديسمبر 2013 كان هناك وفد مصري يزور دولة الإمارات برئاسة المستشار أحمد الزند، وكنت أنا ضمن هذا الوفد، والتقينا الشيخ محمد بن زايد كان وليا للعهد في هذا الوقت ونائب القائد العام للقوات المسلحة أو القائد الأعلى، قال كلمة لازلت أتذكرها، قال مستعدون أن نتقاسم كسرة الخبز مع مصر، هكذا هي وصية الشيخ زايد وهكذا هي رؤية الأبناء. لم يكن حديثه مجرد استهلاك محلي، فقد قال الرئيس السيسي عندما كان قائدا عاما وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، لولا موقف الإمارات وموقف السعودية لا حدثت مشاكل وأشياء كثيرة هنا في مصر. لازلنا ندرك ونحن ما زلنا على يقين بأن المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين والعديد من دول الخليج وقفت مع مصر بكل قوة وإيمان. وبالتأكيد الصفقة الأخيرة كانت عامل مهم جدا في يعني سند للاقتصاد وسيطرة على سعر صرف الدولار. على كل حال بالتأكيد حلقة مهمة. أشكر الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا لكم، ونلتقي غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.